الأخبار على سوس تي في. إعادة توزيع محطات النقل والتخلي عن النشاط التجاري للميناء. أفاد رئيس النيابة الخصوصية بسوسة محمد المكني في تصريح إعلامي بأنه سيتم الاتجاه نحو إعادة توزيع محطات النقل وتنظيمها للحد من الضغط المروري وسط مدينة سوسة، إضافة إلى تغيير صبغة الميناء التجاري ليصبح ميناء ترفيهيا بالأساس، مرجحا الانطلاق في إنجاز هذا المشروع مع بداية 2016 إلى حدود 2020. وأكد رئيس النيابة الخصوصية وجود مخطط مروري متمثل في إعادة النظر في المحطات التي توزعت وسط المدينة بشكل عشوائي، وأنه تم إنفاق نحو 9 ملايين دينار إلى حد الآن لإعادة تعبيد الطرقات في مناطق سيدي عبد الحميد، خزامة وسهلول. مشاكل الطلبة مع انطلاق السنة الجامعية 2015-2016. انطلقت منذ غرة سبتمبر عمليات الترسيم عن بعد في الجامعات والمعاهد العليا بالساحل، وقد واجه عدد من الطلبة بعض المشاكل في عملية الدفع الإلكترونية، أهمها نقص في الرصيد المالي في البطاقة الإلكترونية دون أي موجب، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى التقدم بشكوى لدى مراكز البريد. تفشي ظاهرة إطلاق الشماريخ وتداعياتها. تستمر ظاهرة إطلاق الشماريخ بمدينة سوسة وضواحيها، الظاهرة التي أثرت سلباً على راحة الأهالي خاصة أثناء الأوقات المتأخرة من الليل. هذا واعتبر عدد من أخصائي علم النفس توصل صوت إطلاق الشماريخ قد يؤدي إلى ضغوطات نفسية وتوترات لدى الأهالي في المستقبل، وقد تمثل خطراً على سلامة الأطفال الصغار خاصة ذوي الحس المرهف. الحريقة ضيف ثقيل الظل يقلق راحة المصطفين. شهدت شواطئ سوسة منذ منتصف شهر أوت تزايد عدد قناديل البحر الحريقة التي باتت ضيفا غير مرحب به وحائلا دون الاستمتاع بنعيم البحر، حيث بدت مظاهر الانزعاج على وجوه رواد الشاطئ بسبب لسعات الحريقة المؤذية وخاصة منهم الأطفال الصغار. وقد بادر شبان فرق الحماية المدنية بالشواطئ إلى إسعاف المصابين من لسعاتها، متزودين في ذلك بمراهم لتخفيف حدة الأذى. انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة. انطلقت فجر هذا الأربعاء أولى سفرات الحجيج من تونس باتجاه البقاع المقدسة، حيث انطلقت الرحلة الأولى التي ضمت 254 حاج من مطار تيبا بصفاقس، في حين انطلقت الرحلة الثانية من مطار الحجيج في العاصمة، أشرف عليها رئيس الحكومة لحبيب الصيد ووزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ. وقد أكد الصيد أنه تم العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجيج من خلال تعزيز أسطول شركة الخطوط التونسية بطائرتين جديدتين وتوفير الظروف الملائمة للإقامة والمرافقة الصحية، مثمنا الجهود الكبيرة التي قام بها المشرفون على قطاع الحج. رصد تجاوزات لموظفي بلدية سوسة العتيقة. دعا رئيس النيابة الخصوصية لسوسة محمد المكني المواطنين إلى الاتصال بمتصرف دائرة أي بلدية بالجهة عند كل إشكال يعترضهم في الخدمات البلدية، وكان ذلك على أثر تصرف غير قانوني لموظفة ببلدية سوسة العتيقة. وبحسب هذه الموظفة فإن هذا القرار اتخذته إدارة البلدية، في حين نفى قاطعا عن رئيس بلدية سوسة هذا الإجراء غير القانوني الذي وصفه بأنه إجراء فردي ومخالف للقوانين المعتمدة، نصحا المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات، ومن المتوقع أن يتم دعم البلديات بموظفين جدد. عقوبة بأربع لقاءات لبنجاح ومباراة دون جمهور مع تأجيل التنفيذ للنجم الساحلي. في أخبارنا الرياضية، أصدرت لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عقوبات إثر أحداث لقاءات الدور النصف النهائي والنهائي لكأس تونس موسم 2014-2015. وقد تم معاقبة المحترف الجزائري للنجم الساحلي بغداد بنجاح بأربع لقاءات وخطية مالية قدرها 1200 دينار،
كما تمت معاقبة فريق النجم الساحلي بمباراة دون حضور جمهور وخطية ب 1500 دينار لحالة العودة لإلقاء الشماريخ على أرضية الملعب في نهائي الكأس. كما تمت معاقبة الملعب الجابسي بخطية ب 1000 دينار لإشعال الشماريخ في نهائي الكأس، والترجي الجرجسي بخطية ب 1000 دينار لإلقاء المقذوفات. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية أخبار سوس تي في. أكثر تفاصيل تجدونها على موقعنا sous-tv.net.